السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلاب سنه ثالثه، كل سنه وانتم طيبين. طبعا النهارده اخر جزء معانا، هو جزء مراجعه ليله الامتحان، وجزء معمول بشكل سؤال واجابه، وطبعا الاجابات زي ما احنا شايفين قدامنا كده ايه محلوله. بيقول لي تتميز لغه الفيجوال بيزك بالتعامل مع انواع مختلفه من البيانات. طبعا الكلام ده صح، لان لغه الفيجوال بيزك من مميزاتها انها بتتعامل مع انواع كتير جدا من البيانات زي ما احنا عارفين، سنجل وانتجر وبايت وهكذا. يؤخذ على لغه الفيجوال بيزك التعامل مع انواع مختلفه من البيانات. خلي بالنا طبعا من السؤال وعكسه، طبعا الكلام ده هيبقى غلط. جميع البيانات التي يتم ادخالها في برنامج بلغه الفيجوال بيزك يتم تخزينها مؤقتا في ذاكره الكمبيوتر. طبعا اي بيان عندي بيتحط عندي في ذاكره الكمبيوتر، اللي هي ذاكره مؤقته اللي اسمها رام. جميع انواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكره تشغل نفس المساحه التخزينيه. طبعا الكلام ده طبعا غلط جدا، لان كل نوع بيان له مساحه على مخصصه بيه. يعني المبرمج الجيد هو الذي يحسن استخدام المساحه التخزينيه. طبعا الكلام ده مظبوط جدا، وده اللي احنا اتعلمناه في فيجوال بيزك، ان انا ازاي اكون مبرمج جيد وازاي ان انا استخدم كل نوع بيان مناسب علشان اوفر في المساحه. يصنف قيمه مجموع درجات الطالب ضمن البيانات الرقميه الصحيحه. طبعا غلط، لان في طالب عندي ممكن يكون جايب درجه وكسر، فطبعا ده مش بيان او مش رقم صحيح. يصنف قيمه اسم الطالب ضمن البيانات الرقميه المتنوعه. طبعا اسم الطالب طبعا مش هيبقى بيانات رقميه، هيبقى بيانات حرفيه. يصنف قيمه نوع الطالب ذكر ام انثى ضمن البيانات المتنوعه المنطقيه. طبعا الكلام ده صح، اللي هي كانت نوع بيانات اسمه بولين. صوره الطالب يمكن تصنيفها ضمن البيانات الحرفيه. الطالب بيانات حرفيه؟ لا طبعا ده غلط، ده بيبقى نوع حاجه اسمها بيانات غير طبعا حرفيه، لان احنا عارفين الحرفيه دي اللي هي بتتكون من حروف. قيمة مرتب الموظف يمكن تصنيفها ضمن البيانات الرقمية الغير صحيحة. طبعا البيانات الموظف ممكن تكون او اللي هو المرتب، يعني طبعا لان في ممكن يكون فيه كسر. كل بيان يخزن في ذاكرة الكمبيوتر يشغل مساحة تخزينية ومدى معين حسب نوع البيان. اه طبعا الكلام ده مظبوط جدا، كل مساحة كل بيان وليه مساحته خاصة بيه وليه المدى المعين. نوع البيان يحدد حيز التخزين الذي يشغله في ذاكرة الكمبيوتر ومعرفة الحد الأقصى لقيمته. طبعا الكلام ده طبعا مظبوط جدا. يقصد بالمتغيرات مخازن بذاكرة الكمبيوتر لها اسم ونوع. طبعا المتغير ده هو عبارة عن مخزن في الذاكرة، كل متغير يبقى ليه اسم وليه نوع وليه موديل. تشترط لغة الفيجوال بيزك أن يكون لكل متغير اسم ونوع ومدى. طبعا الكلام صح. الإعلان عن المتغيرات يساعد في ترشيد استخدام الكمبيوتر. طبعا السؤال ده لسه مجاوبينه، اللي هو بتاع المبرمج الجيد، وطبعا قلنا إن الكلام ده مظبوط. الإعلان عن المتغيرات هي مسألة شكلية، لأن لغة الفيجوال بيزك تتعرف على المتغيرات وتحدد نوعها تلقائيا. طبعا الكلام ده مش صح، لأن احنا يعني كنا درسنا ليه. طبعا الفيجوال بيزك لا، أنا اللي بعرفه طبعا على كل حاجة، لأن هو عبارة عن آلة أو برنامج، وأنا اللي بحط له البيانات اللي أنا عايزها. طيب السؤال بعد كده، تستخدم الجملة التالية اللي هي دايم اف نيم از سترينج للإعلان عن متغير باسم string ونوعه fm. طبعا الموضوع ده العكس، هو عن عبارة عن متغير اسمه fm fname ونوعه هو string. تستخدم الجملة التالية، طبعا نفس السؤال بس بشكل تاني عشان بيحاول يلخبطني. طبعا dime fname as string للإعلان عن المتغير باسم fname. طبعا كده الاسم مظبوط، طبعا fname ونوعه string. جملة الإعلان عن المتغيرات يتحدد فيها اسم المتغير ونوعه. اه طبعا لازم، وانا بعمل متغير لازم احدد اسمه وبحدد نوعه. جملة الإعلان عن المتغيرات يتحدد فيها اسم المتغير ونوعه وقيمته الثابتة. طبعا هو متغير فبالتالي ملوش قيمة ثابتة، فيبقى الجملة غلط. السؤال رقم 21 بيقول لي 55 ساتي يعتبر اسم المتغير خطأ لأنه يبدأ برقم. طبعا مظبوط، احنا قلنا المتغير لازم عندي يبدأ يا إما بعلامة أندرسكور يا إما بحرف، ما ينفعش يبدأ برقم. 55 ساتي يعتبر اسم متغير صحيح. طبعا السؤال ده غلط، لا هو مش صحيح ولا حاجة. السؤال بعد كده بيقول لي نيم يعتبر اسم متغير صحيح على مستوى اجراء الحدث. طبعا السؤال ده اثرائي، يعني مش ان شاء الله مش هنقابله في الامتحان. طبعا ده الجزء الاول من الاسئله، هناخد طبعا جزء ثاني كمان من الاسئله، وان شاء الله يعني تكون موجوده كلها في الامتحان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنكمل طبعا مع بعض بقيه المراجعه، وده طبعا بقيه جزء الاسئله بتاعت الصح وغلط، وطبعا هنكمل عليها اسئله ثانيه. هنا بيقول لي التعدي الالكتروني عباره عن سلوك عدواني متعمد باستخدام الوثائق الالكترونيه التحرش او المضايقه او احراجه او تخويف او تهديد الاخرين. طبعا ده الكلام ده صح، لان هو كل ده اللي بيحصل في التعدي الالكتروني. التعدي الالكتروني يتم من خلال وثائق الكترونيه مثل مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا صح، لان هو اسمه تعدي الكتروني فلازم طبعا وسيط الكتروني، وطبعا مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك طبعا ده وسيط التواصل الاجتماعي او وسيط الكتروني مشهور جدا زي الفيسبوك. التخفي الالكتروني يعتبر صوره من صور التعدي الالكتروني. طبعا صح، التخفي ان انا بغير اسمي وببدا اكلم مع حد بشكل مش لطيف، فده يعتبر تعدي الكتروني.
التحرش والتهديد من اهم وسائط الالكترونيه المستخدمه في التعدي الالكتروني. طبعا الكلام غلط، لان هم التحرش والتهديد دول يعتبر صور من من اشكال اللي هو التعدي الالكتروني وليس وسائط. المضايقه والابتزاز من اشكال التعدي الالكتروني، طبعا صح جدا. سرقه حساب شخصي في موقع التواصل الاجتماعي او بريده الالكتروني احد المخاطر التي يمكن ان نتعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا الكلام صح، لان احنا بتبقى اللي هو الحسابات الشخصيه بتاعتنا دي بيبقى والبريد ده طبعا بيبقى عليه بيانات شخصيه ومعلومات خاصه، فطبعا ممكن تسبب لنا مشكله. مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في التعرف على اشخاص جدد يفضل مقابلتهم بتطوير العلاقات الاجتماعيه، طبعا صح، مش مفضل ان انا اقابل حد غريب عني. تمشيا مع قواعد الاستخدام الامن، يفضل ان تضع كلمه مرور سهله طبعا من غير ما تكمل السؤال، طبعا كلمه مرور لازم تبقى طبعا صعبه او كلمه صعب استنتاجها. الاستثناء الالكتروني يعني تتبع شخص معين في كافه وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا الاستثناء الالكتروني ده معناه ان انا ما اردش على حد او ان انا اكلم ناس كلها، لكن في واحد انا اعمل له بلوك او ان انا مش عايز اتعامل معاه، طبعا الكلام ده غلط. الملاحقه الالكترونيه يقصد بها ارسال رسائل الكترونيه تحمل تهديد او وعيد لشخص او اكثر، طبعا الكلام ده غلط. طبعا الملاحقه ان انا ببطل الاحق شخص في كل مكان هو موجود فيه على الوسائط الاجتماعيه. طب هنرجع بقى كده تاني ناخد جزء تاني من الاسئله، اللي هو بيقول لي مثلا الكود التالي يستخدم في ادخال عدد موجب، وعند الضغط زر اعداد فرديه يطبع الاعداد الفرديه من واحد حتى العدد الموجب الذي تم ادخاله وتظهر في صندوق القائمه. بيقول لي طبعا المطلوب جمله التكرار في البرنامج، هو بيسالني طبعا هنا هي جمله التكرار، طبعا الاجابه اللي باللون الاحمر دي هو ده الاجابه، هي الجمله طبعا اللي استخدمناها هي جمله دو وايل لوب. الغرض من الكود اللي هو اي بيساوي اي زائد 2 في السطر قبل الاخير، اللي هو السطر الاخير خالص، اللي هو زياده المتغير اي بمقدار 2 في كل مره، يعني هيبدا يزيد عندي مقدار 2 كل مره. الغرض من لوب هو العوده مره اخرى لبدايه الحركه التكراريه، قلنا ان لوب دي معناها ان هو خلاص كده ابدا ايه اسال تاني او اختبر الشرط تاني. بيقول لك هنا حدد الاختيار الصحيح لتحديد طبيعه كل جزء من مكونات السطر التالي، طبعا كل واحده من دول انا عايز اعرف دي بتعمل ايه، طبعا دي اداه تحكم ومتغير عندي، وبعد كده عندي ايتمز دي طبعا خاصيه واللي هي كلير دي طبعا وسيله. في عندي جزء طبعا تاني بيقول لي اللي هو اجب السؤال التالي، اكمل الجدول التالي موضحا رايك في كل عباره مما ياتي. طبعا هيجي لي موقف ويقول لي انت ممكن تعمل ايه؟ بيقول لي وضع كلمه مرور سهله الاستنتاج، بيقول لي طبعا رايك يجب ان تكون كلمه مرور صعب يصعب استنتاجها. نشر شخص لاسمه الحقيقي وعنوانه ورقم تليفونه عبر وسائط الاجتماعيه او وسائط الالكترونيه، طبعا اقول يجب عدم نشر البيانات الشخصيه. انزال اي برنامج تتاح على الانترنت، طبعا مش لازم ان انا انزل اي برنامج، لازم اعمل حاجه اسمها مراعاه حقوق الملكيه الفكريه، وكمان ان انا البرامج دي ممكن يكون فيها فيروس. الرد السريع الغاضب على تعدي او قد تتعرض له عبر الانترنت، طبعا مش لازم ان انا اكون متسرع، ولازم ان انا اتبع قواعد الامن اللي احنا اخذناهم قبل كده في استخدام الانترنت. 5 بيقول لي حذف جميع الرسائل التي تم تهديدك بها في مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا الكلام ده مش صح، لازم ان انا ما احذفهمش، لازم الرسائل دي تبقى عندي علشان ان انا اقدر ادين بها المتعدي. طيب بيقول لي هنا في مواقف حياتيه، احنا ممكن نقرا الموقف كده. بيقول لي اشترك احد الاشخاص في احد مواقع التواصل الاجتماعي، كلما ارسل له احد اللحظات او حاول اجراء محادثه فوريه لاحظ عدم الرد عليه. بيقول لي يعتبر ده شكل من اشكال التعدي الالكتروني، ويسمى طبعا استثناء الكتروني. ماذا تفعل لو جهز ذلك التصرف؟ طبعا لو حد ما ردش عليا، طبعا المفروض يعني ان انا من اللي هو قواعد الامن ان انا اروح ابلغ ولي الامر او معلم الكمبيوتر بتاعي. بيقول لك اشتركت في احدى مواقع التواصل الاجتماعي، وفوجئت بتهكم احد الاشخاص على مصر والحديث على المزاح بشكل غير رائق. طبعا حدد 4 تصرفات، اول حاجه ابلاغ المسؤولين، 2 عدم حذف الرسائل طبعا عشان تبقى دليل ضده، 3 ابلاغ الزملاء بعدم قبول صداقته، 4 تحذير هذا الشخص من تكرار التهكم على مصر ورمزها. طبعا كده احنا بقى هنا المراجعه كده واخدنا جزء كبير من النقط اللي ممكن تقابلنا، وان شاء الله بالتوفيق وتكون باذن الله الامتحانات سهله علينا باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.